ما نجيلكش في حاجه وحشه يا حضره المفتش. ربنا يجعلها اخر الاحزان يا طه. استاذن انا عشان اطمن على والدتي واختي. طب مش قبل ما تمشي عرفني قررت ايه؟ قررت ايه في ايه؟ انا جد لسه ميت مش وقته. انا عارف ان مش وقته. لكن انا مضطر اسالك لان مفيش قدامنا وقت. جابر خد كل احتياطاته بعد ما قبضنا على الخواجه. مش عارفين نمسك عليه اي حاجه. ايوه انا مالي؟ السكه دي خدت مني واحد صاحبي وخسرتني رضا جدي. انت عايز نرجع لها تاني ازاي؟ انت اللي ابتديت من الاول السكه اللي ما فيهاش رجوع. انا بقدم لك فرصه علشان تساعد نفسك وتساعدنا. بحاول يا طه ازرع حد في وسطهم بقالي فتره. بس هو حويط واخد باله من كل خطواته ومن كل اللي حواليه. ده قرار نهائي ومش هرجع فيه. كنت اتمنى الموضوع يبقى سهل كده يا طه زي ما انت شايفه. لكن للاسف انت ما عندكش اختيارات كتير. أنا هسيبك عشان الظروف اللي عندك، لكن بعدين لينا كلام تاني. الباقي في حياتك يا طه. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.